السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عارفين البلندر هو بديل مجاني للمايا وللثري ماكس، والجميل اللي هو بديل مجاني ايضا لكامتازيا ستوديو. استوديو كامتازيا احنا نقدر نشتغل كفيديو ايديتنج على برنامج البلندر. طيب مش موجود هنا الفيديو ايديتنج، فعشان كده اجي عند علامة الزائد واقول له فيديو ايديتنج واقول له فيديو ايديتنج، ببدا اضيف بقى الصور والفيديوهات وكل حاجه انا عايزها. اقول له اد واقول له مثلا عايز اضيف كليب مثلا او ماسك او فيديو، فابدا اختار بقى فيديو كده يكون حجمه صغير شويه. خلينا نختار مثلا من الدي، تمام. هختار مثلا الفيديو دوت والفيديو دوت، تمام، واقول له ضيف لي الفيديو دوت اهو. ولو انا حركت البكرة بيبدا يكبر ويصغر. طبعا دي حدود الفيديو بتاعتي، اقدر اعدل فيها واخليها تاخد كل الفيديوهات اللي انا حاططها. نشوف مع بعض الموضوع ده دلوقتي. فهبدا اشغل بقى ده تبع الباشمهندس عمرو، كان عامل مسابقه كده مين اللي فوز بالجزاء، تمام، حاجه جميله يعني، تمام. طبعا ده الفيديو. طبعا لو عايز اقطع الفيديو دوت، طبعا انت ممكن تيجي هنا وتحرك بالشكل دوت، ده طريقة. والطريقة الأدق إن أنت تيجي هنا وتقول له سبليت، فيبدأ يقسم لك الحاجة اللي أنت عامل عليها سيليكت. ممكن تعمل عليهم سيليكت هما الاتنين مرة واحدة وتقول له اقطع، فيقطع لك فيهم. فممكن تلغي مثلا الجزء دوت بالشكل دوت وتسحب ده مثلا تحط هنا، أو تقدر تدخلهم بالشكل دوت لو أنت عايز تعمل تدخل مع بعض. في شوية إمكانيات حلوة البرنامج، تقدر تدخل مثلا ساوند، تقدر تدخل ايمج، صور، تختار بقى صوره، تمام. والصوره دي تقدر تتحكم فيها اللبس بتاعتها، تمام، لو انت عايز يبقى فيه نوع من انواع الشفافيه. تقدر تعمل لها كروب، تقدر تغير في الالوان بتاعتها وهكذا. لو انا عايز اتحكم فيها اكتر ممكن اجي هنا في الوقت واشوف الستارت بتاعتها قد ايه، تمام، والاند بتاعتها قد ايه، او ممكن ازود عدد الثواني اللي هتقعد فيها. خليها مثلا 10 ثواني بالشكل دوت اهو. طيب لو انا عملت الفيديو بتاعي وعايز اعمل له اكسبورت كفيديو، فهتيجي هنا وتختار الاوتبوت، وتبدا بقى تختار الاكس والواي، وتقدر تختار الفريم يبدا من امتى وينتهي امتى والستبس وكل الحاجات ديت، وكم فريم في الثانيه تقدر تغير فيهم زي ما انت عايز، تمام. طيب والبيس بتاعك قد ايه، وهنا الاوتبوت. ممكن تيجي هنا وتختار المكان اللي هتصدر فيه، بس قبل ما تختار المكان اختار فايل فورمات، وكان معمول ان هو صور، فممكن تختار امتداد من امتدادات الفيديو، تمام. يعني ممكن تختار اي في اي مثلا، خلاص يبقى يبدا يظبط لك التصدير على الاي في اي. وتختار الكواليتي، طبعا تقدر تختار 90% 100% زي ما انت عايز، والكلر نظام الكلر. وبعد كده تيجي هنا وتختار ان انت عايز تصدر الملف دوت فين، تمام، وتقول له اكسبت، يبدا يصدر لك الفيديو بتاعك.